بنرحب بحضراتكم مرة تانية. لقاءنا كل يوم أربعاء والشيخ صبري الفواخري. النهاردة هنتكلم مع حضراتكم في موضوع الأخلاق وغياب الأخلاق عن المجتمع، من الظواهر السيئة والمسيئة والسلبية جدا جدا، وبينتج عندها تصرفات وأفعال ممكن أن هي تؤذي الشخص وتؤذي الآخرين. يعني موضوع في غاية الأهمية حابين نتكلم فيه مع حضراتكم النهاردة، نتيجة لتصرفات بدأنا نشوفها تظهر في المجتمع، بدأنا نشوف ضرر بيلحق بناس أبرياء، ممكن ضرر يلحق بأطفال، ممكن ضرر يلحق بفتيات، ممكن ضرر يلحق بمجتمع كامل، وتشويه لصورة مجتمع أو مناطق أو محافظات، وده شيء سيء جدا جدا هو يحصل في مجتمعنا. ايه السبب ده؟ يعني ايه سبب ان الانسان كل ما بيتحضر وبيزداد علم وثقافه ان هو يحصل له بعض الشيء بين قوسين ينحدر اخلاقيا؟ خلينا نعرف الموضوع ده سببه ايه، وازاي كيف ينظر الدين لموضوع الاخلاق. الشيخ صبري الفاخري برحب بحضرتك واهلا بيك معانا النهارده. اهلا وسهلا استاذ. خليني أسمع من حضرتك، شايف هذا الموضوع إزاي؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت إرسال السماء إلى أهل الأرض، ورسول الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. وبعد، فإن ما يحزن النفس ويقلق الضمير أن أنت تعيش يا إيمان في مجتمع ما فيهوش أخلاق أو مجرد من أخلاق. يعني مثلاً حضرتك شفتي زي مشاهد 90 مليون مصري للأسف الشديد، ويمكن اتنقلت عبر بلاد تانية مجاورة لينا، ان تلاقي بنت طالعة غير متبرجة عندنا في الشرقية ما يقرب مثلا من 300 شاب يلتفوا حولها كالذئاب. طيب البنت أخطأت وطلعت من بيتها في غياب الوالد والإخوة بالمنظر السخيف ده، ما انت مش تقوليلي زي ما انا مش اقدر اقولك البسي نقاب، وبرضو مش تلبسي لبس مثير للفتن. لذلك الرائع صلى الله عليه وسلم قال احفظ الله ايه؟ احفظك. البنت مش حافظت على نفسها وسابت نفسها لهذا العري الفاضح، شباب مكبوت، شباب مش قادر يتجوز، شباب الشيطان بعده عن ربنا، بعده عن الرسول، يلتفوا حتى ما قالوا لي لان انا مش مقيم على طول في الشرقيه. بس هل ده مبرر؟ لا مش مبرر طبعا، ما انا بقول لك اذا كانت اخطات البنت ان هي طلعت من بيتها، مش معنى كده ان انا اخطئ كمان وابادر ان انا اعمل حاجه تغضب ربنا سبحانه وتعالى. اذا لم يعد هناك اخلاق منتشره بين القوم. كان ايام زمان ممنوع ابدا ان انت تعلي حسك على جارك. الاكبر منك في غياب ابوك جارك، مش عمك بقى، لان عمك يبقى بعيد عنك، يبقى هو في مكان ابوك الوقت ده، هو بيعلي حسه على ابوه، بيعلي حسه على والدته، ما عادش فيه كبير. اللي ودانا في عمل مشاكل في مصر في الفتره الاخرانيه يا ايمان، ان ما عادش فيه كبير، ما عادش فيه قدوه. يعني ممكن واحد صغير يكلم واحد كبير قد ابوه ويقول له انا احسن منك. طبعا ممكن يكون احسن منه في التعليم، ممكن يكون احسن منه في الغنى، بس حتى انا لو احسن ما اقولش، لان النبي الرائع صلى الله عليه وسلم نجم نجوم الانبياء بدون منازع، سيدنا خالد الذكر سيدنا محمد بيقول ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لكل ذي حق حقه. ويمكن تتذكر للرائع امير الشعراء احمد شوقي حينما قال انما الامم الاخلاق ما بقيت فانهم ذهبت اخلاقهم. طيب مجتمع بدون اخلاق انتقلنا لمجتمع الغاب، القوي ياكل الضعيف. يمكن كنا بنطوف في حلقات الدكتور مصطفى محمود، وهو من اساتذتي اللي انا عاشرتهم لمده 6 شهور في المهندسين رحمه الله عليه، واللي اتشرفت ان انا اكون احد تلامذه الدكتور مصطفى محمود. قال لنا ان في نمر يا ايمان راح يفترس قرد ربنا يعزك، فهو بيفترسه بعد ما قضى عليه وقتله لقى ان القرده دي انثى ومعاها قرد صغير هو مش كان شايفه. نسي الضحيه خالص واخذ يداعب القرد الصغير، وصعبان عليه قوي ان هو قتل واحده زي كده كان معاها بيبي صغير وهو مش واخد باله. ما هذا بالحيوان المفترس ربنا يعزك فيه رحمه، فيه عطف. لكن ان احنا نسمع عن انسان مريض متخلف
يعني المفروض الشعب المصري كله يتبرى من هذا. انا اسف لو قلت عن الخنزير، والله العظيم يمكن الخنزير اكرم منه، ما بيعملش الحركه دي، يغتصب طفله عندها سنتين، ربنا يعزك، تحمل البامبز بتاعها اللي هم قالوا عليه في التلفزيون. اني انا هذه الخرافه، هذا الخزي وهذا العار، والله ما تعملوا الوحوش. الواحد لما شاف المنظر ظل يبكي، الواحد خايف على بنته الصغيره، خاف على جارته الصغيرة. يمكن التحرش بالكبيرة ليها شعر وليها كذا وليها كسم وليها جسم وليها شكل، ربنا يعزك. طب الصغيرة دي اللي لسه بترضع دي عملت ايه؟ ده اكيد يعني في هذا المرض وفي اضطراب نفسي. هذا المرض احنا نعمل ايه عشان ما يبقاش عندنا اشخاص زي ده تاني في المجتمع؟ نزرع الاخلاق والقيم داخل شبابنا، داخل بيوتنا، داخل انديتنا، داخل كلياتنا، داخل معاهدنا. التحرش وصل للجامعة يا إيمان، وصل للشارع، وصل للباص، الأتوبيس اللي فيه ستات داخل يتحرش بيهم. طب ليه؟ لأن انعدمت الأخلاق. شفت النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول أعبد الله كأنك تراه، زي ما قلت لك قبل كده ولحضرتك وللمشاهدين، الحرامي لو شاف ضابط الشرطة لا يمكن يسرق، ولا يمكن يسرق والناس صحية علشان تخاف لا تمسكه. طيب ربنا بيقول إذا كنت تعلم أنني أراك فلما تعصاني، يعني أنت عارف أن أنا شايفك، عارف أن أنا حاكم الكون كله، طب تعصاني ليه؟ وحينما عصيتني، لما جيت بقى وانكتبت عليك الخطيئة، لما جعلتني أهون الناظرين إليك؟ يعني أنت أنا شايفك وتعصاني بقى، تستحي من إيمان ومن صبري ومن أحمد ومحمد، ومش تستحي من الله السميع البصير؟ شفتي القيم بقى؟ نحكي لمشاهدينا الكرام علشان نزرع فيهم الأخلاق. سيدنا يوسف كان أجمل واحد في الكرة الأرضية، ده بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ربنا أعطى سيدنا يوسف شطر الحسن، فسهل إن هو يوقع أي واحدة ست، واحد جميل جدا جدا سهل، ومع ذلك بيع إن هو عبد. ولما اشتراه عزيز مصر، وكانت زليخة افتتنت بهذا الشاب الرائع، قالت لك أنا أطوفه، ده مش يروح لحد غريب. فحصل يا شبابنا اللي بتسمعونا دلوقتي، ربنا يعزكوا. شوف أنت ممكن تكون مش جميل ومش عندك أصل ومش عندك أخلاق ومش عندك مال، طب أنت إذا كان عندك مش عندك مال ولا عندك أصل ولا عندك علم، يا أخي خلي عندك جزء من الأخلاق. يقوم بتقول له إيه؟ حينما اختلت به وقدت قميصه وهرب من الفاحشة، بتقول له يا يوسف ما أجمل عينيك، عينيك جميلة قوي. شفتوا يا شبابنا سيدنا يوسف معلم الناس الخير بيقول يا إيمان صحيح، إذا كانت عيني جميلة فعين الله لا تنام. صحيح، أنت بتقولي إن عينيا حلوة جميلة. وبالفعل سيدنا يوسف يا جماعة كان أجمل واحد في الكون بشهادة سيدنا رسول الله، ده قبل ما النبي يجي صلى الله عليه وسلم. هو الحقيقة موضوع اللي بنتكلم فيه ده يحتاج مش بس التوعية الأخلاقية، لا، محتاج مؤسسات كثيرة أن هي تتدخل فيه، لأنه ده مش نازع ديني فقط أو وازع ديني فقط، لكن ده كمان تربية وجانب نفسي وجانب يعني جوانب كثيرة جدا محتاجة تؤهل الأفراد وتؤهل الأطفال ومن ثم الشباب بهذا الموضوع. يعني الحقيقة شيء مؤسف جدا اننا نتكلم او نناقش هذا الموضوع. كثير من المصريين اكيد شعروا بالالم الفتره اللي فاتت نتيجه الحوادث المتكرره، ولكن احنا محتاجين نعيد، مش عايزه اقول نعيد تربيه، ولكن نعيد بلوره الافكار الخاصه بالاخلاق داخل الاطار الاجتماعي بتاعنا. نعمل ده ازاي؟ نزرعه في الاول خالص في اللبنه الاولى لتكوين المجتمع وهي الاسره. ربة الأسرة، يعني أنا دخلت عند أحد أصدقائي فلقيته بيلعب في التابلت شغال، والمدام شغالة والأولاد شغالة. وأنا ساكت خالص، فبيقول لي في إيه؟ قلت له شوف لي حاجة برضو علشان أتشغل بيها، لأن يبدو عليكم أنتم مش فاضيين. الست في دنيا تانية، وهو في دنيا تانية، والولد في دنيا تانية. تشوف الولد بيتصفح أنهي مواقع؟ هل هي مواقع إباحية تغضب ربنا سبحانه وتعالى، ولا هي مواقع علمية أو مواقع ترفيهية أو ألعاب؟ ما غياب الأسرة عن مراقبة الأبناء يا إيمان، نشأ جيل من الشباب فاقد الهوية، فاقد الأخلاق، فاقد القيم، فاقد الاحترام. كان أيام زمان
ما رضاش ابدا يعكس جارته ولا يبص لجارته عشان عيب وما يتقالش عليه في الحاره او في الحي او في المكان اللي هو فيه ان هو ممكن يعكس حد من جيرانه. الوقت مش ساب ولا جاره ولا بعيده ولا قريبه لان غاب عنه الوازع الديني. شفتي آه نرجع للحديث الرائع بقى اللي قلناه في اول الحلقه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يركب البغله بتاعته ومن وراءه سيدنا عبد الله بن عباس بن عمه. قال له يا عبد الله، لا سيدنا عبد الله بن عباس محتاج ان هو يعلمه، احفظ الله يحفظك. صحيح، احفظ الله تجهه تجاهك. اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله. مين الوقت بيحافظ على ربنا؟ قليل جدا جدا جدا. ده انت ما تقولي لكم النظره الاولى وعليك النظره الثانيه ممكن ياخد في الاولى 10 دقائق يعني عقبال ما ايه ده؟ انهي سخافه ان واحد يعمل كده؟ انهي عدم مراقبه لربنا سبحانه وتعالى ان انا اهتك الستر والحجب اللي بيني وبين ربنا علشان انا. ما قال لي واحد عميد شرطه صديقي في الزقازيق، قال لي انت كنت فين ساعه حاله؟ قلت له ايه اللي حصل؟ فبيقول لي والله بنتي كذا كذا كانت في فرح ولابسه لبسي يعني منتهى التبرج وعشرات. قلت له ليه وصلت عشرات الشباب؟ قال لي والله وصل عشرات الشباب. طب ليه انهي ذئاب يعني؟ حتى الذئاب الحيوانيه ما تعملش كده يا اخي. زي ما انا قلت لحضرتك وللمشاهدين، اذا كانت هي غلطت ما فيش، اليس منكم رجل رشيد؟ يعني ما فيش واحد يقول للشباب هذا المنحل اخلاقيا احنا كلنا وراء اللي وراء دي هنخش النار، هنبص بص حرام، هنحرك شهوات ما انزل الله بها من سلطان. يا جماعه عايزين نعود لقيمنا، لاخلاقنا، لتربيتنا. هل هذا ما يحبه الله؟ اعمله. طيب هل هذا ما يبغضه الله؟ اسيبه واجري على الله. من ترك شيئا، وبرضه هنقول لشبابنا اذا كانت المغريات كتير، شبابنا المحترم اللي مش معاه فلوس يتجوز، فتياتنا اللي اهلها مش قادرين يجهزوها، اذا كانت المغريات كتيره والانحرافات كتيره، فاذكركم بقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا ابتغاء مرضات الله في الحرام عوضه الله بشيء افضل منه في الحلال. صحيح. طيب ممكن شخص يكون بيصلي يعني بيعمل فروضه الدينيه كامله ويكون ما عندوش اخلاق؟ اكيد. وبحييك على السؤال ده. قال صلى الله عليه وسلم من لم تنهه صلاته على الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. ما المشكلة ان احنا فاهمين ما هو بيتعامل من منطلق ان هو يعني ان هو شخص ملتزم وان هو يعني عنده حق في اللي بيعمله او في اللي بيقوله طالما هو بيأدي فروضه الدينية بشكل صحيح. كلام جميل يا إيمان، بس في حاجة غايبة عننا. هو ممثل بارع او ظاهريا ان هو مسلم ومحافظ على الصلاة. طيب ايه الخلاصه؟ في ولد قاعد قدام ابوه وامه، قاعد قدام الكتاب، فاتح الكتاب عمال كانه بيذاكر وهو عقله في حاجه ثانيه. فلما جاء اخر السنه لقوا الولد مش جايب مجموع، فبيسالوه يا ابني ده انت مش كنت بتسيب الكتاب؟ قال ما اصل انا كنت زهقان منكم قاعدين جنبي وكان مخي مشغول في حته ثانيه فبالتالي ما جبتش مجموع. بخلاف واحد ثاني ما بيقعدش على الكتاب كتير بس الساعه اللي بيقعدها بيحصل اكتر فجاب مجموع من غير ما اهله يراقبوه حتى. بنقول للناس رب صائم ليس له من صيام الا الجوع والعطش لانه خدش صيامه بالغيبه والنميمه. ومن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاه له. الاسلام يا جماعه مش تمثيليه. ربنا مش عايز ممثلين. ربنا عايز خاشعين. صح؟ صحيح. فين الخشوع؟ فين الصلاه اللي بتأمرني بالفضيله؟ فين العفه؟ فين الشرف؟ هل انعدم الضمير ووصلنا للانحطاط الاخلاقي في مصر يا جماعه؟ بلد الامن والامان، بلد الامن والامان والسلم، يعني زي ما الشيخ الشعراوي قال يا ايمان لو انت تتذكري مصر التي صدرت علوم الاسلام حتى البلد الذي نزل فيها الاسلام. يعني كانوا بيستغربوا جدا لما كنت في السعوديه ويقولوا انت معلم ايه؟ قلت له معلم اسلاميات. قالوا كيف يا اخي تيجي مع السعوديه ده معلم اسلاميات وبتاع؟ يجيبوا يمين وشمال يا ايمان. قلت لهم اختبروني وشوفوني معلم اسلاميات ولا مش معلم اسلاميات، لان احنا الازهر الشريف بيأسسنا صح. بيخليك تسافر اي دوله عربيه وانت على ارض ثابته بالقران والسنه وبلد الازهر الشريف اللي بقاله 1000 سنه. الوقت احنا نعير ان احنا في دوله بيغتصب فيها الاطفال. والله حكم دكتورة الدين ايه هنا؟ حكم الدين ايه هنا؟ الدين فين يا ايمان؟ ده ما فيش دين. ده اللي عمل كده ما عندوش دين اصلا. دين ايه اللي بيقول اللي امرنا بيقول قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم.
واحفظوا فروجه. مش الدين قال لنا كده؟ طب اللي مش بيغض من بصره ومش بيحافظ على فرجه ده 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 خارج خالص عن نطاق الاسلام والايمان. ازاي احنا بنقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ويبقى عندنا هاتك للاعراض وهاتك للحرمات؟ يعني رحم الله زمان كانت البنت ما تعدي ما فيش حد يبص لها. الوقت اقسم بالله المجتمع مش سايب ولا منقبه ولا متبرجه. هل وصل بنا الانحلال الاخلاقي؟ والمشكله هنا في في في, في اي طرف من الطرفين؟ لا المشكله مشكله انعدام الاخلاق يا ايمان. لان انا حتى لا لان حضرتك قلت دلوقتي حاجه يعني قلت حاجه فيها نسبه مفارقه شويه. قلت زمان البنت كانت بتعدي ما حدش كان بيبص لها. تمام. ودلوقتي البنت بتعدي ممكن حتى لو لابسه نقاب يبصوا لها. يحصل تجاوزات معاها. بتقولي قصدك تقولي ايه اللي حصل؟ هنا في طرفي المعادله. مين المسؤول؟ المعادله ان اختي واختك كانت زمان لما بتطلع من البيت بتحافظ على الناس اللي في الشارع مش بتفنش حاجه. لا هو احنا بس واحده واحده. قول. ما هو احنا لو هنتكلم بشكل منطقي زمان المجتمعات كان فيها برضو كان في تفتح اكتر من كده. طب فهل احنا بنتكلم عن ثقافه مجتمع اتغيرت ولا الست اتغيرت ولا الراجل اللي اتغير ولا ايه اللي يعني مين اللي اتغير؟ الاخلاق. مين المسؤول؟ اللي اتغير الاخلاق. اللي اتغير الضمير. ازداد الانحلال عند الناس. زمان زي ما انت قلتي كان ممكن تطلع متبرجه وما فيش حد يبص لان المجتمع كان متشبع بالقيم والاخلاق. ايه يعني ما معديه واحده خلاص انا مش هبص لها لان انا راجل محترم. حتى لو هي مش احترمت حيائها وطلعت بالطريقه دي انا راجل محترم مش بص. الوقت اصبح المجتمع يعاني من عدم وجود الاخلاق فيه. اما مدرس مش يشرح يا ايمان في الفصل علشان الولاد ياخدوا دروس خصوصيه ده عنده اخلاق؟ ده بالله عليك ده عنده اخلاق؟ اما دكتور يغتصب مريضه وهي في البنج ده عنده اخلاق؟ اما واحد يغتصب طفله صغيره ده عنده اخلاق؟ زينه تفتكري انت زينه بتاعت بورسعيد رحمه الله عليها الطفله الجميله المعجزه اما اغتصبها بواب عماره يا جماعه. صحيح. بواب عماره انسان تافه حقير ويرميها بعد ما يغتصبها من الدور العاشر تكسر وتهتك. ده كلام. طب سؤال، هو احنا ليه بعد كل ده بنقول اننا شعب متدين بطبعه؟ ليه هذا المصطلح دارج؟ هل هذا المصطلح على أرض الواقع حقيقي؟ أريد أن أطوف بك وبالمشاهدين أن مصر ستظل بلد أمن وأمان وسلم وإسلام. أنت سألت سؤال أجاوب ولا لا؟ صحيح، بس ده سلم وأمر أرض. دي بديهيات أن مصر أرض أمن وأمان. بتكلم بجانب آخر. المجتمع إيه اللي حصل؟ المجتمع عنده انحلال أخلاقي رهيب. يجب علينا أن احنا ننشر الأخلاق في بيوتنا، في مساجدنا، في معاهدنا، في جامعاتنا، حتى في الأندية الرياضية المفروض يبقى عندي واحد بيثقف الناس ثقافة دينية. أنت ربيت جسمه المفروض تربي أخلاقه وتربي عقله. العمل ده يرضي الله سبحانه وتعالى ولا مش يرضي الله؟ شفتي سيدنا رسول الله الرائع أستاذنا أستاذ العالم كله لما شاف ستنا أسماء أخت مراته السيدة عائشة وهي أول ما بلغت ربنا يعزك فرجلها مكشوفة حبة والتوب قصير عليها، قال يا أسماء أبلغتي؟ أنت بقيتي خلاص آنسة وكبيرة. بس مش قال لها آنسة لأن الآنسة دي إحنا مصطلح إحنا مدخلينه دلوقتي. قالت له نعم يا رسول الله لأنها عارفة إن هو جوز أختها الكبيرة وبيحبها وهي زي بنته أو أخته الصغيرة. قال يا أسماء إن الفتاة إذا بلغت لا يجوز لها أن تظهر من مفاتنها إلا هاتين، وأشار إلى يدي وهذا الوجه اللي بيدل على الجمال علشان اللي جاي يخطبها يشوف شكلها يعني مرغوب فيه ولا لا، والايدين قالوا لنا بتدل على الخصم وبتدل على كذا. ما عادش الكلام ده خالص. ما عادش القيم ده خالص. الراجل ممكن يشوف بنته ويقول لك ويه يعني ده حريه شخصيه. اما حريه شخصيه ايه؟ ده ربنا بيقول كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. مش عمل ودن من طين يا ايمان ودن من عجين. ده سالها ان لك هذا؟ قالت هو منين؟ من عند مين؟ من عند الله. كان ممكن سيدنا زكريا يصهين كده زي ما بعض الناس بتعمل ويقول بالخير جالنا وخلاص. لا، المفروض على كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اذا ما اردنا لهذه الاخلاق ان تنتشر في المجتمع المصري الفاضل، واحنا بنقول مش حوادث فرديه اللي تخلي المجتمع المصري ينهار، لكن هي كترت. ايه اللي قلقنا يا ايمان وخلانا نعمل الحلقه دي النهارده؟ ان ابتدت تظهر بشكل يعني ينذر بالخطر. فقبل ما نقع في كارثة أخلاقية تعم جميع محافظات مصر
احنا بندعو كل صاحب اسره، كل رئيس جامعه، كل كذا، كل مسؤول، كل عميد كليه، كل امام مسجد، كل شيخ في الحاره بتاعته، كل قائد في المكان بتاعه، انه يزرع الاخلاق، يزرع القيم. ايه اللي خلى الفلان ما ياخدش رشوه؟ عنده قيم وعنده اخلاق، خايف من ربنا. ايه اللي خلى فلان معاه واحده منفردا بها لما يرتكب الفاحشه؟ انه خايف من ربنا، عنده اخلاق. ايه اللي خلى فلان يحافظ على ربنا مع ان الناس مش كانوا شايفينه؟ انه خايف من ربنا سبحانه وتعالى، وخايف من يوم القيامه. صحيح صحيح يا شيخ صبري. بس ولكن خلينا برضو بما اننا فتحنا هذا الملف نؤكد على انه احنا بنناقش هذا الموضوع مع كل الاحترام وكل التقدير لحقوق وحريات المواطنين والمواطنات. يعني انا ما اقدرش ان انا كمجتمع افرض شكل بعينه على سيده او على فتاه ولا القي باللوم عليها لخروجها بمظهر او بشكل بعينه. كل شخص مسؤول عن شكله او عن الاطار الخارجي اللي وضع نفسه فيه، ودي حريه مكفوله للجميع. كل شخص بيتصرف من وجهة نظر تربيته وإطاره الاجتماعي والحدود الأسرية اللي هو متربي فيها. ده ما يعطيش الحق للطرف الآخر ان هو يتطاول عليه او ان هو يؤذيه، سواء بالكلام او بالأذى لفظي او أذى فعلي او اي نوع من انواع الأذى. ده مرفوض تماما، ومش معنى كلامنا اننا بنقول ان الجانب الاخر هو المخطئ، ولكن لا، احنا بنتكلم بشكل عام وبنعرض القضيه. طب خليني اسمع لحضرتك كلمه اخيره في هذا الموضوع بالختام. الله سبحانه وتعالى حينما اراد ان يفرض الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الدين على الجميع بقوه، قال الله سبحانه وتعالى: فذكر انما انت ايه؟ مذكر لست عليهم بمسيطر. احنا يا محمد مش هنمسك عصايه للناس نقول لهم روحوا صلوا، مش هنمسك عصايه للناس نقول لهم مين اللي هيفطر في رمضان ونضربه، مش هنمسك عصايه للناس ونقول لهم مين اللي قادر يحج ومش عايز يحج خلاص ان هذا الدين متين فاوغل فيه برفق ولن يشد الدين احد الا غلبه. بس سيده المتبرجه ممكن تبرجك مش يخدش حياء الاخرين؟ سيده المنقبه ممكن حضرتك مش تحاول ان انت تفرضي هذا السلوك على المجتمع كله؟ صحيح. كل واحد يخليه في نفسه في حاله، شويه شويه هترجع اخلاقنا، ترجع قيمنا تاني، هتلاقي مصر جميله باخلاقها الاول يا جماعه. شكرا يا شيخ صبري، شكرا جزيلا. وده لقائنا كل يوم الاربعاء ان شاء الله نستكمل مع حضراتكم لقائنا مع الشيخ صبري الاربعاء القادم. بشكر حضراتكم. بعد الفاصل تنضم لحضراتكم الزميله بوسي العايدي والفقره الطبيه اليوميه من صباحك عندنا. بشكركم واشوفكم ان شاء الله على الف خير. مع السلامه. ميرسي يا ايمن، شكرا.